بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ما زلنا في صحبة الإمام الجليل أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، ما زلنا في صحبة الإمام البخاري، المحدث الفقيه الكبير، صاحب أول كتاب مجرد للحديث الصحيح. تربى الإمام البخاري في بيت علم، وتكلمنا وذكرنا وذكرنا بأن أبوه عليه رحمة الله من العلماء المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع يعني والد الإمام البخاري اللي هو إسماعيل البخاري، والد الإمام البخاري الشهير، عن الإمام مالك ابن أنس وغيره، يعني كان والده كذلك يعني مفعم بتدريس طلب الحديث وتدريس الحديث النبوي الشريف. وتوفي إسماعيل والد الإمام البخاري، وسيدنا الإمام البخاري لا يزال صغيرا، فنشأ الإمام البخاري يتيما في حجر أمه، ورغم كده في سن مبكرة جدا بدأت يعني تظهر أو تبان ميول الإمام البخاري، فاتجه عليه رحمة الله إلى طلب العلم وبالذات حفظ الأحاديث وتحقيقها وهو لا يزال صغير حديث السن. دخل الكتاب صبي وأخذ في حفظ القرآن الكريم، وختم القرآن مبكرا، وختم كمان قرأ العديد من أمهات الكتب المعروفة في زمانه، واختلف إلى كثير من الشيوخ والعلماء لتلقي العلم وكمان التدرب على تمييز الحديث الصحيح من السقيم. وفي عام 210 هجرية خرج الإمام البخاري من بلدته بخارى، قلنا منطقة بخارى دي الآن في أوزبكستان، خرج الإمام البخاري من بلدته بخارى، المنطقة دي في وسط قارة آسيا، في آسيا الوسطى، فخرج من بخارى وراحوا لي راح للحج، وكان رايح في صحبة والدته وأخيه أحمد. وبعد ما انتهت مناسك الحج رجعت والدته مع أخيه إلى بخارى في أوزبكستان الآن. بينما تخلف الإمام البخاري، هو كان حاطط في دماغه بعد ما يتم أو يقوموا بأداء مناسك الحج إنه هي ترجع والدته مع أخيه أحمد، وهو يستمر في أن يظل في مكة ويتردد ما بين مكة والمدينة عشان يطلب الحديث النبوي الشريف. يبقى تخلف الإمام البخاري لطلب الحديث الشريف، وإنه يقدر ياخد عن أكبر قدر من الشيوخ والعلماء في مكة وفي المدينة المنورة. فظل في مكة الإمام البخاري مدة، وبعد كده رحل إلى المدينة المنورة، وحتى هو نفسه قال إنه هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صنف وألف الإمام البخاري كتاب اسمه التاريخ الكبير. الكتاب ده ألفه وهو عمره ساعتها 18 سنة. على فكرة ده وإحنا بنقرأ في سير هؤلاء الكرام، لابد إنه حينما تستوقفنا مثل هذه الأعمار، يعني عمره صغير جدا ويؤلف الكتاب، ذا كتاب، ده كتاب ضخم، كتاب التاريخ الكبير. وده معنى إن الأطفال منهم وهم صغار في هذا الزمان كانوا على طول بيستقبلوهم بتحفظهم للقرآن الكريم في الكتاتيب، وبتتلاقفهم العلماء والأشياخ عشان يدرسوا لهم ويعلموهم، حتى بيبقى فيه تعليم عام، وإن لم يكن طبعا بيبقى فيه مجموعة منهم بيبقى يعني فتح في قلبي أنه يسعى لدراسة فرع من العلوم بعينه دون آخر، ده جميل. لكن أن الأطفال من سن مبكرة جدا نبدأ نزرع فيهم محبة العلوم والمعارف عموما بيؤتي ثمار سريعة، وبننشئ أجيال قابلة أنها تثمر وتنتج منذ يعني سن مبكرة جدا. الإمام
البخاري أشار إلى ذلك، أشار البخاري إلى عمره حين تأليفه لكتاب التاريخ، وبين مكان التأليف كمان، هو ألفه فين. هو بيقول: وصنفت، الإمام البخاري يقول: وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. طبعا هذا الكتاب هو ألفه في هذا المقام الشريف، والكتاب ده عرض فيه، كتاب التاريخ عرض فيه تراجم رواة الحديث النبوي الشريف والآثار المروية عموما، سواء كانوا الرواة دول ثقات أم ضعفاء. يعني كل أغلب الرواة اللي رووا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنهم الإمام البخاري في كتابه التاريخ، يعني بيتكلم عن سيرهم وعلى نسبهم وعن كنيتهم وعن وضعهم في رواية الحديث. يعني يقول لك ده روايته، ده ضعيف، ده قوي، ده ثقة، يعني كل التفاصيل الخاصة بالتراجم. التراجم يعني سير هؤلاء اللي كان بيكتبها في كتابه التاريخ، بيؤسس أو بيضع أسماء ما استطاع من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها في هذا الكتاب. الكتاب ده ألفه هو عنده 18 سنة في يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في مرحلة أو في مدة مكان هو قاعد في المدينة المنورة. ذكر لنا أبو جعفر محمد بن أبي حاتم تلميذ الإمام البخاري. أبو جعفر ده أو محمد بن أبي حاتم ده مين؟ ده تلميذ الإمام البخاري ووراقه وصاحبه. أبو جعفر أو أبو عبد الله محمد بن أبي حاتم الرازي الوراق النحوي، ده أحد العلماء المعروفين، وهو من رواة الحديث الشريف، كان من أقرب تلامذة البخاري له، حتى قيل أنه من أخص تلاميذ الإمام البخاري، وأكثرهم، أكثر واحد كان ملازم الإمام البخاري، أكثرهم ملازمة للإمام البخاري، وأكثرهم رواية لأخباره. وكان بينسخ له الكتب بتاعته، يعني بيديله الإمام البخاري كده النسخة اللي هي كتب فيها الأولية، وبعد كده هو ينسخ منها، فيكتب بطريقة منمقة ويرتب ويشكل، بيجهز كل حاجة بطريقة منمقة ومنضبطة جدا. ده معنى إنه كان بينسخ هذه الكتب. ابن حجر العسقلاني ذكر عن الإمام الجليل أبو عبد الله محمد ابن أبي حاتم الوراق، قال هو الناسخ لكتب الإمام البخاري، وكان ملازم له في كل سفر. يعني ما يطلع الإمام البخاري في حتة يسافر معاه، الإمام البخاري بيكتب شيء ياخده بعد ما كتب الإمام البخاري وينسخه مرة تانية بطريقة منمقة منضبطة، وده معنى الناسخ لكتب الإمام البخاري. فكان ملازم بقى للإمام البخاري، الإمام البخاري يسافر معاه، يعني قاعد في المكان اللي هو فيه هو قاعد معاه، فكتب كتب الإمام البخاري. مش كده وبس، وحدث كثيرا وأكثر عن شيخ الإمام البخاري، وله كتاب اسمه شمائل البخاري. من ضمن ما وثق محمد بن أبي حاتم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، من ضمن ما وثق محمد بن أبي حاتم عن الإمام البخاري، إنه سأله في يوم وقال له تلميذه ده، فقال له أبو جعفر محمد بن أبي حاتم تلميذ الإمام البخاري، هو بيقول: قلت لأبي عبد الله، أبي عبد الله ده الإمام البخاري وكنيته أبي عبد الله، فقال له: قلت لأبي عبد الله كيف كان يعني مبدأ أمرك، أو كيف كان بدء أمرك، أنت ابتديت إزاي؟ لأن هو شايفه أنه سنه صغيرة جدا على كتر أو على كم هذا العلم، لأن هو ابتدأ صغيرا جدا الإمام البخاري، ووصل إلى مكانة شهد بها كل علماء عصري. فهو بيقول له: أنت إزاي ابتديت الأمر ده؟ فقال له الإمام البخاري: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. هو ابتدى يحفظ القرآن الكريم الأول، وبعد ما خلص حفظ القرآن بدأ في حفظ الحديث. فهو بيقول: لما كنت في الكتاب بحفظ القرآن، ألهمت إن أنا أشرع أبدأ في حفظ الحديث النبوي الشريف. فقال له:
كم كان سنك انت وقتك وقت في الوقت ده اللي ألهمت فيه حفظ الحديث عمرك كان قد ايه؟ قال له 10 سنين او اقل من كده. وبعدين بيقولوا أنا بعد كده خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره. الداخلي قيل إنه أحد العلماء اللي كان من منطقة، قد ينسب كلمة الداخلي إلى المنطقة اسما، أو إنه ده عالم من العلماء له اسم معروف ولكن لم يصل إليه العلماء، فربما الداخلي نسبة إلى مكانه اللي كان فيه سيدنا الإمام البخاري منذ صغره، أنه يبدو أنه كان عالم من العلماء اللي كانوا موجودين قريب من بيته، كان يعني بيختلف إليه، يعني يروح ويجي من عنده كتير لتلقي الحديث الشريف، فاختلف العلماء من هو ذلك الداخلي، وهناك أقوال كثيرة، لكن يبدو أنه أحد أشياخ الإمام البخاري اللي كان قريب من سكن الإمام البخاري في بخارى، واللي تلقى على أيديه الإمام البخاري في مبدأ الأمر الحديث النبوي الشريف. فهو لما كان بيروح لشيخه ده يقرأ عليه الحديث وبعدين يحفظوا الحديث بالسند ويختبرهم شيخهم، فهو بيقول فقال يوما فيما كان يعني يقرأ أو كان يقرأ للناس، فكان بيقرأ عليهم الحديث، فبيقول سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، السلسلة كده السند ده إنه سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فوسيدنا الإمام البخاري هو صغير وكان بدأ، يعني ما كانش ده شيخه بس، لأن هو أثبت في سيرته وبيتكلم عن نفسه، قال إن أنا تلقيت كنت بروح له وبروح إلى غيره من العلماء، فقلت له، أي قال الإمام البخاري لشيخه، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني، يعني ده ما خدش من ده العلم، ما هي سلسلة السند دي بنقول فلان عن فلان عن فلان، يعني فلان ده قرأ أو أخذ عن فلان، وفلان ده التقى بفلان الآخر وأخذ عن، إلى أن تنتهي السلسلة إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم من التلميذ ومن المريد، وهكذا في جميع سلاسل أو تراجم الرواة. فهو قال له فلان ده لم يروي عن فلان، فبيقول شيخ انتهرني انتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل، يعني راجع الأصل اللي عندك. فدخل شيخه يراجع الأصل اللي عنده، فنظر فيه، ودي برضو بناخد منها إلماحة إن أصول هذه العلوم كان مدون، لأن الشيخ وهو أهو رجع للأصل المكتوب عنده عشان يراجع العلم اللي بيدرسه. ثم خرج إلى المجلس اللي كان بيدرس فيه للصبية، فقال لي شيخه، قال له كيف هو يا غلام؟ طب السند إيه؟ مين اللي خد من مين في العلم؟ قلت هو الزبير ابن عدي، مش أبو الزبير، لا، هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، كده السلسلة مظبوطة. فأخذ شيخه القلم وقعد يصحح اللي البخاري وهو صغير بيقول أو بينبه شيخه إليه، وأحكم كتابه وقال صدقت. فقيل للبخاري ساعتها ابن كم كنت حين رددت عليه؟ كنت عندك قد إيه؟ قال له تقريبا، بيقول لتلميذه كنت تقريبا عندي 11 سنة. فلما بقى طعنت في 16 سنة، يعني لما أنا كبرت بقى عندي 16 سنة، كنت حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، يعني أنه في المرحلة دي بقى كان اشتد عوده في طلب العلم واشتد عوده في علم الحديث الشريف من جهة السند ومن جهة المتن، لكن بدا نبوغ الإمام البخاري من هو صغير جداً، وفي سن 16 أو في ذلك الوقت بيقول بعدها أنا خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث الشريف. وهكذا آثر الإمام البخاري أنه يجعل أولى رحلاته في طلب العلم من الحرمين الشريفين، وظل سيدنا الإمام البخاري فيهما، يعني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مدة من الزمان ينهل من شيوخها ويأخذ من بركات هذه البقاع الطاهرة، وله رحلات أخرى نتكلم عنها. فرحم الله الإمام البخاري.
اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بالجميع. كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسلامة. وناخد الأسئلة بتاعت حضراتكم سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم، معانا؟ طيب، ننوه سريعا إلى صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. احنا بنستقبل أسئلة حضراتكم على الصفحة، بنجاوب عنها يوم الأربع من كل أسبوع، وإحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. الفترة دي بس إحنا بنكمل سيرتنا مع الرد على منكري السنة، وإحنا بقالنا فترة في معالجة هذا الموضوع، وإن شاء الله عما قريب نعود مرة أخرى إلى رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة، وقدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص لعرض بعض القضايا الآنية وعرض الرد على بعض أسئلة حضراتكم اللي بتتفد على صفحتنا، الصفحة الرسمية للبرنامج، وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. معانا أستاذة الست أم حنان. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا ست أم حنان. علي صوتك شوية ست أم حنان. سمعني كده دكتورة؟ سمعك يا ست الكل، تفضلي يا فندم. بس يا دكتورة، أنا كنت حامل وكنت يعني جيت قبل وقتي، كان متحدد لي ميعاد ولادة. فقبل ميعاد ولادتي أنا رحت ولدت. ف يعني الجنين قعد اسبوع في الحضانه وتوفاها الله. فمن يوم ما توفت وانا يعني تقريبا بحلم بها كل يوم، ان هي بتجيني وهي في القبر وكاني شايفاها وبتبص لي كده وبتمشي تاني. وانا من وقتها يعني كاني حاسه ان انا شايله ذنب ان انا السبب في موتها. ليه؟ او ان انا السبب، لو كنت صبرت شويه مثلا لحد ميعاد الولاده كان ممكن ما تتوفيش. انت مش معاكي طبيب هو اللي اقر معاكي الموعد؟ هو قال لي على الميعاد بس قلت قبله، يعني جاني وجع فقلت ان انا كان ممكن استحمل، او انا بقى لا بس إن انت ليه بتحملي نفسك؟ مش معاكي طبيب؟ ما هو لو عارف ان الميعاد مش ميعاده ما كانش سارع الى ذلك. هو الطبيب قال لي هو مش ميعاده، بس لو انت طالما انت فيكي وجع فعادي ممكن تقولي. بس انا حاسه ان انا بقول انا كان ممكن. خلاص، قدر الله قدر الله وما شاء فعل، ما نقعدش بقى نجيب نتعلم، ولكن ما نقعدش بقى خلاص قدر الله وما شاء فعل. يا استاذه حنان اكلم معاكي. حاضر، معانا استاذه مها.
ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله الحمد لله. كان عندي سؤال بصراحه بعته لحضرتك ويعني حابه اكرره تاني. اتفضل. بسال من حيث يعني الواجبات اللي عليا من باب الشرع يعني تجاه حماتي ام زوجي، ان انا لازم هل لما اروح ازورها انا مطالبه اني في كل مره لازم ابات مثلا، وغير كده لو هم زعلوا فانا يعني وانا مش عايزه يعني هي مثلا بيزعل. هي مثلا في محافظه وانت في محافظه ولا؟ ايوه ايوه تمام. وحتى لما كنت كمان في نفس المحافظه، بس يعني كان جرى العرف خلاص عندهم كده ان الزياره دي لازم يتبعها بقى بيات واكل وغدا وعشاء وافطار وكل حاجه. يعني هي بتكرمكم يعني ولا انتوا يعني اللي؟ يعني تمام من حيث الاكل والشرب كتر الف خيرهم، يعني اكيد مش هنتناقش في حاجه زي كده، انما يعني خلاص. لا انا مش بتناقش، انا مش بتناقش في الاكل والشرب، انا بتناقش في انها بتكرم مجيئكم، فعشان كده عايزاكم تباتوا وتاخدوا راحتكم في الاكل والشرب وخلافه. انا بفهم من بس من حبها. هي حابه، عارفه حضرتك حب اللي هو ايه السيطره ده، اللي هو مالكمش حاجه يعني ثانيه غيري، يعني ما تروحوش في حد عند حد تاني. يتغار، بتغار لما بروح عند حد تاني، تغار ان يكون لي حياه ثانيه. فخلاص استحواذ، حب الاستحواذ شويه. طيب وزوجك ده غير ان انا مش حابه شويه التدخل، وهم بيكون في نوع من التدخل زياده بصراحه في تفاصيل حياتي يعني. فأنا بسأل من باب الشرع، أنا مطالبة أني لازم الزيارة تكون كده بتفاصيلها كلها وأخوض فعلا في المعركة دي ولا لا؟ ونفس الكلام بينعكس بالعكس، هل هم لو قولي زاروني برضو أنا لازم أعزم على بيات وكده، ولا برضو يعني تكفي أنها زيارة زيها زي أي غيرها يعني؟ هم يعني بيبقى معروف زوجك بيقول أن هم يباتوا؟ يعني هو كان عرض، وطبعا يعني ألح في العزومة، وأنا عملت كده زيه من باب يعني صراحة حسن يعني الضيافة يعني. أيوة الضيافة. يعني اللي هو لكن من بصراحة في نيتي يعني ما كنتش مرحبة بأنه يعني إن هي تبقى أكثر من زيارة وخلاص. ماشي يا أستاذة ما، حاضر، شكرا. ست أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. ست ام محمد اتفضلي يا فندم. انا بنت يا دكتوره، انا كلمت حضرتك قبل كده. هي تعبانه يعني، اتولدت تعبانه وكده، وعايزه حضرتك بس تدعي لها وتقولي لي ادعي لربنا بس في صلاتي بس. حاضر. حاجه بس تقويني وتشجعني بس. ربنا ان شاء الله، اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما. الف شكرا. وربنا يعينك على ما انت فيه. معانا استاذه ثناء. استاذه ثناء. ايوه معاكي. اتفضلي يا ست الكل، مع حضرتك. ايوه الحمد لله دكتوره. الحمد لله. اتفضلي يا دكتوره معاكي. اتفضلي يا ست الكل، انا مع حضرتك. لو سمحتي يا دكتوره. نعم يا فندم معاكي. لو سمحتي، انا في سنه وربنا رجعني طفل. انا بس ما سمعتش الجزء الاولاني، وعلي لي صوتك شويه. حضرتك بتقولي عند حضرتك 50 سنة؟ بقولك يا دكتورة أنا سني 40 سنة. 40 سنة؟ لا 40 سنة يا دكتورة. تمام. أه. أنا عايزة حضرتك ما تسمعينيش من التلفزيون. وربنا رجعني الجميل. مش عايزة حضرتك تسمعيني من التلفزيون. مش عايزة، مش عارفة أتقبل اللي أنا عايزاه. بس حد من الكنترول ننبه الأستاذ ثناء عشان صدى الصوت وأعرف أسمعها كويس. أستاذة سناء أنت بتقولي 40 سنة وإيه كمان؟ معلش تاني السؤال يا أستاذة سناء. بقول لك يا دكتورة أنا سني 40 سنة وربنا رزقني بطفل. أيوة. ربنا رزقني بجنين وأنا مش متقبلة ومش عارفة أتقبل. يعني خلاص هو اتولد يعني ولا لسه؟ معلش يا دكتورة يا ريت تفيديني عشان أنا ما سمعتش. معلش خدوا السؤال وادهوني في الفاصل، مش سامع السؤال. ثناء سيب السؤال في الكنترول، أنا مش سمعتش السؤال. ست أم محمد، أرجو من السادة المشاهدين اللي يكلمنا يعني يقول يعني يوطي التلفزيون خالص، يسمعني مش من التلفزيون، يعني يسمعنا من أو إحنا نسمعه من يسمعنا من التليفون. طيب
هنخرج لفاصل وبعد الفاصل نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الأستاذة حنان كانت حامل وقبل ولادتها بوقت المحدد الدكتور كان محدد معاد، فبعدين هي لما لقى عندها وجع وكده فقالت له انا يعني عايزه تعجل الولاده، فالطبيب قال لها طالما في وجع ممكن ان يبقى في ان احنا يعني بدات في عمليه الولاده. فهي البنت اتوضعت في حضانه وبعدين توفيت، فهي محمله نفسها المسؤوليه دي. ما انصح به اختي الفاضل انك ما تحمليش نفسك فوق الطاقه، والامر في النهايه بيخضع لاشراف الطبيب، والوضع اللي احنا فيه ده نصبر ونحتسب ونسال الله سبحانه وتعالى انه يخلف علينا خيرا من ذلك، وننشغل بما ينفع في الدنيا. مش هقعد ابكي على اشياء فاتتني، وربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني دول عليهم الصلوات أي رحمات عظيمة وسكينة بتنزل إلى قلوب هؤلاء اللي فوضوا الأمر لله سبحانه وتعالى، ولما أصابتهم أي مصيبة في الدنيا وجعتهم، سواء زي ما الآية الكريمة هذه الباقة من الآيات بتوضح إنه الإنسان بيبتلى في الدنيا بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، زي ما أنا فقدت هذه النفس الصغيرة اللي لسه رضيعة، فأنا خلاص أسلم الأمر لله، ويكون مقول المؤمن إنا لله وإنا إليه راجعون. دولت أولئك للتفخيم حال هؤلاء، وإن مقامهم كبير عند ربنا سبحانه وتعالى مهما كانت الأقدار التي يتقلبون فيها، إلا إن هم موكلين الأمر لله سبحانه وتعالى، مرددين الحقيقة الأصيلة إنا لله وإنا إليه راجعون. دول عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون اللي بيمشوا على هدي في حياتهم الدنيا فيهتدون إلى الجنة في أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. خلاص ما بصش للي فات ده، انتهى وانقضى، وأحمد الله وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونفوض ونسلم الأمر لله، والمؤمن يتقلب في خير على كل حال. يا صاحبة السؤال الأستاذة مها بتقول عايزة تعرف إيه الواجبات اللي تجاه الحماة، وبتقول إن هي لما بتروح لحماتها بتستضيفهم وبيبقى في أكل وشرب وبتبيتهم، يعني نوع من الاحتفاء هي معتبرة نوع من السيطرة، أو هي شايفة الأخت الفاضلة مها هذا الأمر باعتبارات معينة. وبتقول هي كمان لما حماتي بتجيلنا إن إحنا بنبيتها وأنا ببقى كارها سواء إني أبات عندهم أو إن هم يباتوا عندنا. المسائل دي يا أستاذة مها خاضعة للعرف وما تعودتم عليه، وكل مكان بيبقى له عرفه وليه ثقافته، وأنا مش عايزة يعني طالما هو يوم كل فترة بيحصل بصورة ما تسببش يعني نوع من الضيق، لكن افرضي إنها جت مرة وإنتوا استضفتوها ورحبتوا زوجك، ما تحرجهوش قدامها إن كانت على ليلة وخلاص، بدل ما أعمل مشاكل يعني، فهماني؟ وبعدين لو لقيت الأمر زاد عن الحد المقبول مفيش مانع أن أنا أتكلم مع الزوج وأوضح له الأمور، لأن طبعا وضع الحدود مطلوب، والصبر والحكمة برضو مطلوبان في التعامل مع مثل هذه الأمور. هم اعتادوا على هذه الثقافة في بلدهم، ربما أنت لم تعتادي عليها في عرفك، فإحنا عايزين نقرب وجهات النظر عشان ما يبقاش فيه مشاكل لا من جهة حضرتك تجاه الحماة، ولا الحماة تجاه ابنها وتجاه حضرتك، ولا إني أحط الزوج كمان في حرج تجاه والدته وتجاه أهله. طالما الأمور في حدود معقولة أتصرف بهذا الأمر، وأقدر أعمل حيلة لطيفة بينك وبين زوجك، قولي له مش كل مرة أنا بقدر أبات،
فانت ربما ما تخففي البيات، هم يفهموا بطريق غير مباشر ان انت برضو مش عايزه المساله دي او لا تروق لك هذه المساله. فالمساله هنا خاضعه للعرف الصالح، واحنا عايزين انه ناخد ما لنا من حقوق بطريقه فيها لطف وتلطف، رعايه للزوج ولحماتك كمان يا ست مها. ست ام محمد بنتها تعبانه وهي عايزه تسال الله سبحانه وتعالى، تقول له ايه؟ ادعي بما يعني يجريه الله على لسانك. اول حاجه كمان لما يكون انا في موقف من مرض، من فقد، من اي شيء، التسليم التام. التسليم التام سبب لدفع المرض والبلاء والآلام، وانتظار الفرج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، قال صلى الله عليه وسلم وانتظار الفرج عبادة. يبقى أنا عندي يقين في إن اللي أنا فيه ده مهما طال وقته أو قصر وقته أنا مسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، مسلمه لمولاي، هيرفعه في الوقت المناسب واللي كله حكمة ليا. فيبقى أنا عندي إيه؟ بسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وألزم باب الدعاء، وألزم الإلحاح في الدعاء، وألزم لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت شافية من 99 داء، أي كان هذا الذكر شافية من 99 داء أيسرها الهم. فالإنسان يبقى من أذكاره لا حول ولا قوة إلا بالله والإلحاح في الدعاء. شفت وإحنا بناخد سيرة الإمام البخاري ونشوف بيوت الصالحين كيف كانت تكون، إزاي كان حلهم؟ أبوه كان من أهل العلم، وأمه كانت عابدة لله سبحانه وتعالى، ست على بساطتها ولكنها كانت عابدة لله سبحانه وتعالى. واللي بنحكي عنهم دول كانوا قاعدين في بلدة اسمها بخارة، لكنها كانت عندها ثقة في الله سبحانه وتعالى. لما مرض الإمام البخاري مرض في عينيه رحمة الله عليه، مكثت تدعو ربها وتتبتل إليه في الدعاء، أخذت الليالي والأيام والسنين تدعي إن ربنا يرفع ما به من ضر. فجاءها سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام وقال لها يا هاده لقد أجاب الله دعاءك ورد الله عليه بصره. فيعني الإنسان يتعلم من سير الصالحين ويتعلم من قبلها من أنوار الوحي الشريف، لأن دول عاشوا أنوار الوحي طبقوها في حياتهم فشافوا أنوارها وبركتها. نلزم الدعاء مع تمام التسليم وتمام اليقين في عطاء الله سبحانه وتعالى الكريم، والله يحب العبد اللحوح في الدعاء. فسل الله العافية، لأنه سبحانه وتعالى كما قال ربنا وعلمنا سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين. بالنسبة للأستاذة ثناء، بصي يا أستاذة ثناء أنت دخلتي تقولي السؤال وأنا هقول لك شيء وقع في قلبي، أنا حساكي مش راضية. هم أنا عرفت السؤال بعد كده في الكنترول ما كنتش سامعاكي، لكن أسلوبك كان فيه يعني إيه، إنك زعلانة أو متضايقة أو أنتش راضية بالأمر ده. مش راضية إن رزقتي بجنين، رزقتي بطفل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما دام أنت عايزة تتخلصي من الطفل ده، ما دام ما فيش سبب طبي لإنزال هذا الجنين سيدتي الفاضلة، فلماذا؟ أرجو أنك تراجعي نفسك في هذا الأمر، فلا يجوز رد هذه العطية دون سبب واضح وأنت في وقت حرج في الحمل. وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى لك الخير والتوفيق، وسيكون في هذا الجنين خير كثير إن شاء الله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك
وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، ونسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.